اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اخبار البلاد اللي يناقش كل ما يهم المواطن في ليبيا ويطلع على مستجدات الاوضاع والقضايا اللي تهم المواطن الليبي. اليوم نستعرض تجربه خاصه لمعلمه ليبيه دمجت بين التعليم عن بعد والتعليم التعاوني التفاعلي، الهدف لاشراك الطالب في تحضير الدروس والحث على البحث عن المعلومه بصفه ذاتيه، ولكن البدايه مع فقره من البلديات. سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تطوراً وبائياً جديداً بتسجيل 309 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في مناطق ومدن متفرقة بالبلاد، أكبر عدد منها سجل في مدينة مصراتة بعدد 89 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة، يليها طرابلس حيث تم تسجيل 56 حالة جديدة و41 حالة مخالطة، فيما سجلت سبها 15 حالة وعدد 8 حالات مؤكدة بمدينة طبرق وعدد 19 حالة شفاء وسبع حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في ليبيا ل 5541 حالة، من بينها 4711 حالة نشطة، وعدد المتعافين يصل إلى 710 متعافي، أما حالات الوفاة وصلت ل 120 حالة وفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس. أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار أن الوضع الوبائي في ليبيا في تفاقم مستمر، وخاصة في مدينتي طرابلس ومصراتة وكذلك بالجنوب، مشيرا إلى أن هناك انتشارا بمعظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلدية بوسليم وحي الأندلس وسوق الجمعة. وأوضح النجار في تصريحات صحفية تابعتها لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن بلدية مصراتة أيضا بها زيادة ملحوظة في أعداد الحالات، وأن هناك زيادة في الحالات التي تحتاج لعناية طبية سواء في طرابلس أو في مصراتة، وأشار إلى أن هناك انتشار على مستوى المناطق في ليبيا حتى وإن كان الكثير منها بها حالات متفرقة وغير متركزة بالمقارنة بطرابلس ومصراتة وبعض مناطق الجنوب، لكن الوضع الوبائي في ليبيا يعتبر متفاقم على حد تعبيره. نشر مركز بنغازي الطبي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تقرير مصور عن عمل المختبر الرئيسي بالمركز الذي يعمل بسبع وحدات تشمل تحليل الدم والكيمياء الحيوية وعلم الأمصال والأحياء الدقيقة وكذلك مصرف الدم، بالإضافة لعدد من المختبرات الشاملة للطوارئ وقسم الولادة ومختبر كوفيد 19 المستجد. نشاهد هذه اللقطات من داخل المركز. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسم خالد عبد الله القدافي، رئيس قسم المختبر المركزي ومصرف الدم بمركز بنغازي الطبي. المختبر لدينا يعمل سبع وحدات، هي شاملة وحدة أبحاث الدم، الكيمياء الحيوية، علم الأمصال، الأحياء الدقيقة، مصرف الدم، إضافة لمختبرات قسم الطوارئ والنساء والولادة ومختبر برج الأمل، إضافة إلى مختبر كوفيد 19 تحليل بي سي آر. المعمل يعمل بصورة طبيعية، استقبال الحالات لواء، أيضا حالات الطوارئ، حالات الجرعات لأمراض الدم والأورام، العمليات. المعمل يستقبل يوميا لأكثر من 1000 عينة في اليوم. وصل عدد استقبال العينات والمرضى المترددين على المختبر خلال الشهر السابق إلى 34000 في جميع الأقسام. نعمل الآن بصورة جيدة، نواجه بعض الصعوبات من المواطنين لعدم أخذ الاحتياطات اللازمة في حال إحضار عينة أو استلام النتائج، مع العلم أننا نضع ملصقات لأخذ المسافة القانونية، لكن مع الوقت يتم توعيتهم واتباعهم الإرشادات. خلال هذه الفترة بإذن الله سوف نشهد تحسن ملحوظ خلال الفترة السابقة في بعض التحاليل. المختبر يعمل طيلة 24 ساعة باستقبال جميع الحالات، ويسرني في النهاية أن أقوم بالشكر
لإدارة المركز والعاملين بالمختبر الذين أدوا واجبهم إلى هذه الجائحة لأكمل وجه، وأتمنى أن يشفي ربي البلاد من هذا الوباء. أعلنت مدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي اليوم الاثنين عن استكمال كافة حوافظ مرتبات شهر يوليو للعناصر الطبية والتسييرية بمركز بنغازي الطبي، وأكدت أن جميع الحوافظ قد تم إرسالها إلى المصارف. قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة أن الوحدات التي خرجت عن الخدمة هي الوحدة الثانية والخامسة بمحطة زويتينا، ومع خروج هاتين الوحدتين خرجت الوحدة الثالثة بمحطة شمال بنغازي، مما أسفر عن عمل 5 مراحل منظومة المخطط الدفاعي، وذلك لحماية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية من حالة الإظلام التام، وذلك في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأحد. وأوضح أن الخروج الوحدة الخامسة والسادسة بمحطة زويتينا ناتج عن ارتفاع نسبة المكثفات في الغاز، نظرا لأن الغاز المغذي لمحطة زويتينا غير مطابق للمواصفات القياسية. ننتقل بكم إلى فقرة ضيف وملف. التعليم عن بعد مشاهدينا هو المستقبل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ولكن جائحة كورونا جعلت منا خيار حتمي لمواصلة التعليم ومراجعة الدروس، فكيف كانت التجارب الفردية في ليبيا؟ اليوم تجربة فريدة من نوعها لمعلمة ليبية أخذت على عاتقها مهمة تطوير فكر وشخصية الطالب، وبطريقة مبتكرة استطاعت الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم التفاعلي. خلونا نشاهدوا هذا الفيديو للأستاذة هدى بوذن وعدد من الشغل اللي قام به طلابها. من أدوات النداء هي أي الهمزة. أدوات النداء هي أدوات التي يستخدمها المنادي لمناداة الأشخاص القريبين منه. مثال: يا مروة افتح الباب. يا أداة نداء، مروة المنادي. مثال: يا خديجة انتبهي لدروسك. يا أداة نداء، خديجة المنادي. السلام عليكم، درسنا اليوم الأفعال 5. أي فعل مضارع آخره ألف الاثنين واو الجامعة وهي المخاطبة، نسميها الأفعال 5: أن، أون، إين. نحن ذكرنا 3. الدرس البيئتي. البيئتي داري وكياني وثماري تملئ بستاني، والبيئتي بحري وسمائي وبرال فيها أوطاني وأرض من حولها أزرعها وكي أطعم منها. لنحمي بيئتنا الغالية وننفض عنها غبار البلاء، نظلل تربتها بالشجر ونبعد عنها الأذى والضرر. والثمار تملأ بستاني، البيئة بحري وسمائي وبرار فيها أوطاني، أرض من حولي أزرعها كي أطعم منها أخواني. البيئة خير نحفظه من شر جهول عدواني. النعت عمل الطالبة نصيبة طارق. النعت هو اسم يوضح صفة في اسم قبله، نسميه منعوتا أو موصوفا. النعت يتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وفي التنكير أو التعريف، وفي التذكير أو التأنيث، وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع. مثال: أحمد رجل نشيط. أحمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. رجل خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نشيط ناعت مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. مثال 2: حمل الطفل السلة صغيرة. حمل فعل ماضي مبني على الفتح. الطفل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. سلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو منعوت. صغيرة ناعت منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. شكرا لاستماعكم، وقد كانت معكم الطالبة نصيبة طارق الصف 6A.
رحبوا معايا مشاهدينا الكرام بالمعلمة هدى بوذن اللي قامت بالدمج بين التعليم عن بعد وأيضا بالتعليم التفاعلي، وهذه طبعا تعتبر طريقة مبتكرة اليوم نسلطوا عليها الضوء. مساء الخير أستاذة هدى. مساء الخير أستاذة أيام، مرحبا بك وبفريق العمل اللي معك وكذلك بتلاميذي النجيبين، ربي يحفظهم ويبارك فيهم. أهلا وسهلا بك أستاذة هدى. بداية احكي لنا عن كيف جاتك هذه الفكرة وأول خطوة أخذتيها تجاه التعليم عن بعد ومن ثم التعليم التفاعلي؟ حقيقة هي كانت الفكرة في سنة 2014-2015 تقريبا، فكانت طبعا في ذلك الوقت أن الدراسة شبه يعني متعثرة شوية في البلاد، وبناء أو نزولا عند رغبة بعض الطلبة في أنهم هم يتواصلوا معايا، فأنا رحبت بالفكرة. في ذلك الوقت كان بس عن طريق الفايبر، فلقيت يعني بعض الدروس وكان في تفاعل معها. بعدين طبعا الدراسة ردت طبيعية ورجعنا للمدارس. الطلبة اللي كنت متواصلة معاهم أو الطلبة الجدد كانوا أيضا حتى هم حبوا الفكرة لما أنا عرضتها عليهم، يعني هذه لأنها هي فيها ميزة أن الطالب لما يصير له ظرف يتغيب عن المدرسة لأي ظرف كان يعني، فيقدر يتواصل معايا وياخذ الدروس اللي هي فتاته. وبعدين استقر طبعا الوضع ومشت الدراسة طبيعية، وقعدنا دمجت طبعا ما بين التعليم التقليدي واللي هي استراتيجيات التعلم النشط، اللي هي أنا استخدمت استراتيجيتين، استراتيجية التعليم التعاوني واستراتيجية اللي هي تبادل الأدوار، وهذا أنا عادة معتمدة عليهم في إلقاء الدروس مع الطلبة. واستمر الوضع، وبعدين طبعا ثبت الى ان طبعا شهر 3 والظروف اللي مرينا بها ومر بها العالم يعني كله اللي هي جائحة كورونا، فاضطرينا ان نحن نستخدمه ايضا نعود للدراسة عن بعد. فاستخدمنا طبعا عدة برامج، بداية كانت على الجوجل كلاس روم، بعدين استخدمنا الواتس أب وكذلك عن طريق الفايبر، بعدين استخدمنا برنامج زوم، وأخيرا البرنامج هذا اللي تو قاعدين نشتغلوا عليه اللي هو التيمز. وهذا سؤالي لك الثاني أستاذة هدى، هو كيف طلبة في عمر صغير أو سن صغير قدروا يتطوروا تدريجيا لعند ما يوصلوا لبرامج متطورة تستخدمها الشركات والمؤسسات الكبيرة في اجتماعاتها؟ كيف قدرتي أن تخذيهم لهذه الخطوة الكبيرة؟ طبعا يا أستاذة أنا نحن ننظر دائما أن التلاميذ أنهم هم عمرهم صغير وما يقدروش يعطونا أي حاجة، لا النظرة هنا لا بالعكس، أنا التعامل معهم هم رجال ونساء المستقبل، فأنا لما أتعامل معه أنه هو إنسان كبير، أنه هو يستطيع أن يقوم بعمل أي عمل يطلب منه هو يقدر يديره. فأنا لما نجي نقول له مثلا، وهم يعني زي ما نلاحظوا أنهم هم محبين للتكنولوجيا، لما تجي مثلا انت تعجزي في برنامج معين، الطفل هذا اللي احنا ننظروا له انه هو طفل صغير يجي في لحظه يشغل لك الجهاز يحمل لك برنامج، فهم بسم الله ما شاء الله هم قادرين، ولكن نحن دائما ننظر انهم هم لا ما يقدروش. فهنا انا جيت عرضت عليهم الفكره، طبعا هو مش مجهود ذاتي، مجهود معانا المدرسه بارك الله فيهم، من مجلس الاداره، من المدراء، من يعني المعلمين، فكان في تكافؤ للجهود. هي بدينا كل واحد يستخدم في التطبيق اللي هو يلائمه. فأنا أخيراً إنه هو برنامج تيمز هذا فيه مجالات حلوة وفيه يعني فيها شغل أكثر، حتى مساحة الوقت أفضل من برامج أخرى. نعم. دربت عليه، أنا خذيت طبعاً دورات عليه وبديت ندرب في التلاميذ وتلميذاتي ومشى الحال معانا والحمد لله رب العالمين، يعني وصلنا لمرحلة. نعم. وحابة بس
حابة بس ننوه لكل مشاهدينا الكرام أن بالفعل نحن قاعدين نستخدمه في برنامج تيم أو المايكروسوفت تيم خلال اتصالنا الآن مباشرة مع الأستاذة هدى وأيضا الأستاذ عبد المولى الجريبي اللي رحب به مدير إدارة اللغة العربية بالمدرسة اللي تعمل بها الأستاذة هدى. مساء الخير. أهلا وسهلا بك، مرحبا سيدة ألاء، وأهلا بكل العاملين في قناة الحدث. مرحبا بأستاذة هدى وتلاميذنا. مرحبتين بك أستاذ عبد المولى. احكي لنا تجربتك مع الأستاذة هدى اللي ابتكرت أو دارت خطوة نحو الأمام في التعليم عن بعد وأيضا التعليم التعاوني، كيف استقبلت هذه الفكرة كإدارة لقسم اللغة العربية؟ طبعا بداية يعني كان في تعاون كبير أساسا زي ما أشارت الأستاذة هدى من المدرسة، لأن احنا لما واجهتنا جائحة كورونا واضطرينا إلى احنا نوقف الدراسة التقليدية بسرعة، يعني ربما في ظرف أسبوع 10 أيام كان فيه ورش عمل في المدرسة لتعويد المعلمين بالتعامل التعليم عن بعد. ولكن الحقيقة الأستاذة هدى يعني كانت بداياتها ممتازة جدا، ثم تطورت وبسرعة كبيرة يعني، وأخذت حتى دورات كما أشارت، واستطاعت أن هي تتجاوز حتى البرامج اللي ربما نتعاملوا بها في المدرسة، وابتكرت أساليب جديدة للتواصل مع تلاميذها وحققت نتائج مبهرة. وأنا يعني كمشرف على تدريس اللغة العربية كنت نتابع فيها أول بأول، وكذلك بالتأكيد الأستاذة غادة بوشيحة معايا، فكانت الأبلة هدى يعني من ضمن المعلمات المتميزات اللي استطاعت تحقق قفزة نوعية كبيرة. وزي ما أشارت يعني التلاميذ اللي كنا نعتقد أنه فعلا ما يقدروش ربما يواكبوا بصورة كبيرة، ولكن الحقيقة أثبتوا أنهم هم بالعكس. طيب أستاذ عبد المولى، كيف شاهدتم نجاح هذه الفكرة، يعني فكرة التدريس عن بعد زي ما قلنا في أوقات سابقة وفي مساحات أخرى أن البعض يراها هي يعني خطوة غير فعالة أو مش ممكن يتعلموا من خلالها الطلبة بشكل جيد زي ما في الحضور الفعلي داخل الفصول، لكن من خلال إشرافك على تجربة الأستاذة هدى كيف شاهدتم تطور الطلبة وتفاعلهم ونجاح هذه التجربة؟ هو الحقيقة يعني سواء في اللغة العربية وحتى في بقية المواد يعني في المدرسة الدولية يعني أثبتت من خلال الطلبة ومن خلال أولياء الأمور على الأقل نحن يعني وصلنا، يعني أنا عادة ما أعطيش في نسب كبيرة، ولكن أعتقد هذه المرة نحن وصلنا لأكثر من قربنا 80% يعني من الرضا على ما قمنا به خلال هذه السنة. الحقيقة بتعاون مجلس الإدارة، طاقم التدريس بالكامل، أولياء الأمور، الطلبة، وايضا المعلمين اللي يقدروا بسرعه مثال الاستاذه هدى اللي يقدروا يستوعبوا هذا البرنامج، واصبح يعني من ضمن باذن الله حتى في الاعوام القادمه حتى ولو كانت ظروف طبيعيه لازم يكون فيه تدريب كامل لكل المعلمين بحيث ان يكون التعليم عن بعد جزء من العام الدراسي ككل، يعني سواء كان في ظروف استثنائيه او لا، باعتبار ان الان حتى في بلادنا الحقيقه لما في التعليم العام واجهتنا هذه المشكله نرى في تعثر الان ومش قادرين ووصلوا الى الترحيل، يعني ربما كان التعليم عن بعد كان اجدى، وكان حتى الامتحانات كنا مستعدين نديروها عن بعد نحن. نعم. جاهزين بالطريقتين. نعم. طيب خليك معايا استاذ عبد المولى، نرجع للاستاذه هدى باذن. استاذه هدى، حابين تعرفوا من خلال تجربتك عن تعريف التعليم عن بعد وشن المعلومات اللي قبل ما تبدي في خطوتك اتجاه هذا الأمر حاولتي أنك تجمعيها حول هذا المفهوم التعليم عن بعد، وأيضا الخطوة اللي دمجتي بها هو التعليم التفاعلي. نعم، طبعا بداية انه هو لما نرجع مفهومنا شنو هو التعليم عن بعد، اللي هو طبعا هو وسيلة تعليمية حديثة النشأة تعتمد في مضمونها على اختلاف المكان وبعد المسافة ما بين المتعلم والمعلم، يعني هم الاثنين مش موجودين في نفس المكان. فهنا نحن طبعا او يعني سواء كان المعلم او كان بالنسبه للكتاب او كان مجموعه دراسيه معينه. بعدين نجوا لما نشوفوا مدى اهميتها نلقى انها هي الدراسه عن بعد توفر بين يدي المتعلم بالرغم من اختلاف المساحه الجغرافيه
ان هي توفر له شنو، توفر له الماده العلميه. يعني كانت هي هذه التجربه قديمه حديثه، هي بدات في نهايه السبعينات، كانت استخدمتها الجامعات الاوروبيه بحيث ان تلقي التعليم عن بعد، ولكن كانت تشترط حضور الطالب للجامعه بانه هو يمتحن، يعني اجراء الامتحانات داخل الجامعات. ولكن طبعا نحن ما كناش بحاجه لها، يعني في المدارس قاعده في وضعها طبيعي، والطلبه قاعدين في المدرسه، المعلمين في المدرسه، فما كناش محتاجين لها. فجددنا مع هذه الظروف خلال العام الدراسي الحالي، جددنا هذه التجربه اللي خذوها طبعا في دول اخرى. وبعدين لما جيت انا شفت ان هي طبعا لها مميزات عديدة، مثلا إن هي شنو لها، يعني إيجابيات، تلعب دور فعال في رفع المستويات الثقافية والعلمية لدى الأشخاص. أحيانا لما نجون نشوف الطالب داخل الفصل إن هو يتأثر، دائما يتأثر بالأقران الطالب، يعني مرات حتى تكون حضرت الإجابة لكن الخجل يمنع منها، ما يقدرش يجاوب. فطبعا المدة محصورة لما نجي نشوفه في الحصة تكون ما بين يا إما 35 دقيقة أو 40 أو 45 دقيقة الحصة. أحيانا الطالب ما يأخذش حقه بكامل فيها، ولكن تجربة التعليم عن بعد أعطاه مساحة أكبر. يعني لما المعلمة تعطيه المادة العلمية، تطلب منه واجباته، خاصة هذه البرامج فيها نقدر نستخدمه حتى الاختبارات إلكترونيا، يعني أنا نبعث له الاختبار وهو يرد لي الإجابة بسرعة، والنتيجة تطلع فورية. ما تشوفش شيء هذا أستاذة هدى أنه هو ربما يعني يزيد من عملية الغش بين الطلبة؟ أعتقد أن في كثير من ملاحظات حول هذه النقطة. طبعا هو كمجتمع يرفضوها، ودائما المجتمع ينظر بمنظور الطالب هو يغش الطالب مثلا. يعني في وحدين قال لك مثلا حتى لما يجري الاختبار لازم يفتح الكاميرا ويوريني الغرفة إن ما فيش حد معاه. لا، أنا هنا شن دوري كمعلم خلال العام الدراسي، أنا نشتغل عليه، نزرع فيه في الثقة بنفسه، نزرع فيه الخوف من الله. اجعل، أنا دائما شعاري مع تلاميذي، اجعل الرقيب عليك الله، يعني لان نحن ناخذ فيها مش يعني العمليه التعليميه ما هيش تعليم فقط، تربيه وتعليم، يعني انا كامهم في كالام في الفصل. فانا لما نجي نربيه خلاص نجعل الرقيب عليك الله، راه انا ممكن نحط كرسي هنا ونقعمس، انت شنو تبي تستفيد؟ صحيح. الطالب لما نزرع فيه الثقه نفسه ونزرع فيه الخوف من الله، صدقيني يا استاذه الاء انه هو خلاص، يعني ممكن في مرحله معينه تكون شويه مثلا حرجه لانه ما تعودش انه هو يكون رقيب على نفسه، يراقب نفسه بنفسه. ولكن بالتدريب بشويه بشويه، يعني انا وصلت معاهم للامتحانات، شفتي الفيديو هذاي مثلا هو يسمع في النشيد مقرب وجهه على الكاميرا عشان انا ما نشكش فيه انه هو في حد يسمي فيه، بالرغم من ان انا اسلوبي هذا مثلا تلفزيوني، لكن فانا مش من النوع المفككه، الكلمه اللي يقولها لي انا اخذها بصدق ولله الحمد. يعني وهذه الطريقه هو زرع الثقه بين الطالب والمعلم، يعني يحس ان انا واثق فيك فانت المفروض تكون قد هذه الثقه. نعم. طيب، هم الحمد لله، انا فخوره جدا صراحه اني انا نعلم في تلاميذ بهذا المستوى. نعم. يعني طيب استاذه هدى، نحن حابين بس عشان ما ياخذناش الوقت في دردشه، حابين نشوفوا شن اثر هذه التجربة على الطلبة. نحن معنا علي ومحمد طلال، أحد يعني طالبين خاضوا تجربة التعليم عن بعد. محمد طلال كان له تجربة مغايرة. أول حاجة بنقول لك مساء الخير يا محمد. مساء الخير. أهلا وسهلا بك محمد. أول حاجة قول لي أنت، هل حبيت فكرة التعليم عن بعد مع الأستاذة هدى؟ حبيتها. احكي لي شن أكثر شيء ممتع تحس فيه من خلال هذه التجربة؟ إن هي تجربة رائعة في الظروف اللي نعم؟ ها؟ عاود يا محمد شنقلت؟ هي تجربة رائعة في ظل الظروف فيها. باه. محمد أنت أكيد تحب تستخدم الموبايل والآيباد، صح ولا لا؟ أكيد عندك ألعاب وحاجة تدير فيها.
أحبه. أين أفضل أنك تستخدم الموبايل والآيباد والأجهزة الحديثة هذين في أنك تتعلم حاجات جديدة ولا أنك تضيع وقتك من خلال الألعاب؟ من الزوم هذا خلاني نعرف أن الأجهزة مش عملوش بس للعب، حاجات أخرى. طيب أبلة هدى، طبعا محمد هو يعني عنده تجربة مغايرة كنت حكيتي لنا عنها، يا ريت دردشي لنا عليها، ومن بعدها حناخذ والدة محمد عشان تروي لنا أكثر عن تطوره من خلال استخدام التكنولوجيا في التعليم. نعم، محمد طلال هو شخصية رائعة جدا، بسم الله ما شاء الله عليه، مرح بطبعه، محب للعلم، لكن كان داخل الفصل نقوله مش باين نشاطه مع الأقران، مع مثلا يحكي لحد من هنا يجذب انتباهه، يحب لأنه هو بطبيعته يحب يعني الكلام، ويحب أنه هو يكون زي ما تقولي نحن هيك نقوله يهدرز، عرفتي كيف؟ فشنو ياخذ طبعا جانب من هنا وياخذ جانب من هنا، فكان يعني داخل الفصل كان مستواه جيد، يحاول ان هو يرقى يعني بمستواه، لكن دائما كان الجهد ضعيف شويه. في خلال الدراسه عن بعد بسم الله ما شاء الله عليه، وبدات معانا بالتدريج من الجيد، بدا يوصل لجيد جدا، بدات هو في نهايه العام الدراسي ما شاء الله ما شاء الله حقق نسبة نجاح عالية ووصل لمستوى الامتياز. نعم. فأنا فخورة جدا بأني أنا درست محمد بصراحة، يعني نموذج حي هذا هي عندنا بتجربة الدراسة عن بعد. نعم، طيب لو تسمعنا دكتورة هاجر المسماري والدة الطالب محمد طلال. مساء الخير. مساء الخير أستاذ آلاء، بحالك؟ اهلا وسهلا بك دكتوره هاجر، احكي لنا عن تجربه ابنك من خلال تعاونك مع الاستاذه هدى عن طريق التعليم عن بعد، وايضا فكره التعليم التفاعلي. يعني احنا شفنا من خلال الفيديو اللي نزل معانا محمد وهو قاعد جالس على الصالون ويحاول انه هو يشرح الدرس بطريقه مبتكره، احكي لنا كيف وصل لهذه المرحله من التطور. بصراحة تجربة التعليم عن بعد بغض النظر إن سواء وضع كورونا أو الوضع عامة نتمناها إن هي تستمر معنا، يعني حتى بعد ما يرد الوضع إلى طبيعته نتمناها إن هي تستمر معنا، لأن أستاذة آلاء العالم ما هوش بالنسبة للطفل، حرام إن نحط الطفل في مكان مغلق ونعطوه العلم في إطار مغلق. فأنا اكتشفت إن الأطفال في حاجات واجدة ما تخطرش في بالنا إن هم يعرفوهم من خلال تجربة التعليم عن بعد، حسيت ان في حاجات فوق قدرات انا كنت متخيله ان هم ما يكتبوش عليهم فوقهم بتفوق. تجربتي انا مش بس مع محمد واخوه علي اللي حباه يعني، فكانوا هم الاثنين يعني انا كنت نتعب جدا، لان كانت الحلقه ما بيني انا نعطي اقصى ما عندي والمدرسه يعطوا اقصى ما عندهم، لكن في حلقه مفقوده في النص. بتجربه التعليم عن بعد الحلقه اكتملت، يعني تم انا نعطي، المدرسه تعطي، المدرسه موجوده معي في البيت، أنا موجودة معها، الحلقة اكتملت، والطالب يعني خضاء، قدرنا نتغلب على الظروف الصعبة، نقلناها من مرحلة الأدفيرسيتي اللي هي مرحلة الصعوبات إلى الأوبورتونيتي اللي هي الفرص، يعني تم عندهم مجال فرص كبيرة، عندهم الأيباد ولا أي جهاز محمول في إيديهم قدروا يستخدموه مش بس لعب. يعني أنا تميت نطمن، أنا مرحلة أولادي يعني مرحلة انتقالية، بدين بيخشوا مرحلة المراهقة، كيف تقدر تستخدم الجهاز اللي في إيديهم؟ فالتجربة بالعكس فتحتني مجال، أنا فتحتنا قنوات على اليوتيوب، قعدنا فترة طويلة مع بعضنا نشارك برامج مع بعضنا، يعني أنا حسيتها مرحلة فرص للي يستغلها المزبوط. نعم، أكيد نتمنوا له محمد التوفيق، وأيضا علي نحيوه ونقول له إن شاء الله موفق يا علي. أنا نعرف أن علي قاعد يجهز في نفسه للسنة الجاية المرحلة القادمة، وأنه هو قاعد يحضر في دروس اللي حيقراهن بإذن الله سنة جاية، فأنا أكيد نحييه ونقول له ربي وفقك. خلونا ننتقلوا لنسيبة أبو حجر، هي أيضا طالبة خاضت تجربة التعليم عن بعد، ولكن نسيبة عندها تجربة مغايرة. نسيبة استخدمت معها الأستاذة هدى طريقة قلب الأدوار، فأصبحت من طالبة إلى معلمة تشرح في الدرس. مساء الخير يا نسيبة. مساء الخير. أهلا وسهلا بيكي، احكي لي على تجربتك مع أبلة هدى.
تجربتي مع مس هدى كانت رائعة جدا وحبيت التعليم عن بعد. باهي. وإن مس هدى قدرت تورينا في عرم تطبيقات باش نحن نفتحوا عليهن. نحن في الأول كنا نستخدمه في زوم، وبعدها هي غيرتنا خلتنا مايكروسوفت تيم، اللي هو التيم اللي نحن قاعد نستخدمه فيه. فأنا التطبيقات الاثنين ما كنتش عرفت إنهن أصلا موجودات من قبل، فعرفتن وقعدت نستخدم فيه. باهي نسيبة، أنت أكيد تحبي دراستك صح ولا لا؟ صح. باهي احكي لي عن تجربتك لما عطاتك أبلة هدى مهمة أنك أنت تحضري الدرس وتشرحي لزملائك، يعني اجتهادك في هذا الجانب كيف كان له أثر على التطوير من شخصيتك، على زيادة فهم الدرس بشكل أفضل؟ هي مس هدى عطتنا التطبيق أن نحن نصنع مذكرة برواحنا، فأنا قررت أني ندير على مايكروسوفت باوربوينت. ففتحت عليها وبعدها كملت شغلي كله ودزيت المس هدى على الواتساب. هي قالت لي اني انا نشرح للباقي الفاصل والطالبة متاع الصف السادس. فقعدت نحضر في روحي، يعني كيف، يعني قعدت انا نقول لروحي كيف نقدر نعلمهم كيف يديروا هذه وكيف يصنعوا صفحة جديدة. فبعدها المس هدى عطتنا وقت ويوم، فحليت على الزوم وفيه هي حاجة اسمها شير سكرين، فزريت عليها وقعدت نشرح على شاشة الكمبيوتر بتاعي نشرح لهم وهم يحبوا فيه. حلو حلو. طيب نسيبة، شن حابة تقولي للطلبة اللي هم ما يحبوش قرايتهم أو ما عندهمش الاهتمام الكبير بالمواد متاعهم اللي يقروا فيها داخل الفصل، شنو النصيحة اللي تقوليها لهم؟ إن القراية هي اللي ترفعك على المستويات، باش يكون عندك عمل لما تكبر، يكون عندك حلم. حلو. باهي انت شنو حلمك يا نسيبة، شنو حابة تكوني لما تكبري؟ انا حابة نكون دكتورة ومعلمة فنبي ندرس في الجامعة. ان شاء الله يا ربي يتحقق حلمك يا نسيبة. بالعودة لك استاذة هدى، علقي لنا على تجربة نسيبة وطريقة قلب الادوار واشراك ايضا الطالب في تحضير الدرس وشرح. نعم استاذة آلال، طبعا زي ما حكيت لك هي استراتيجية تبديل الأدوار، هذه من الاستراتيجيات الحديثة بحيث أنها ما تكون الارتكاز على الطالب وليس على المعلم. يعني أنا بس نجي نعطي الفكرة في داخل الفصل نشرحها لهم ونكون واخذة جانب وهم يستعدوا له. عادة طبعا مش في نفس اليوم، فمع نسيبة كانت طبعا نسيبة بسم الله ما شاء الله عليها تلميذة نجيبة، فأنا طبعا الفكرة كانت مبدئية أنهم إعداد مذكرات للمراجعة، فما تكونش أنا اللي نجهز الأسئلة لأن أنا نشوف تلاميذي وين وصلوا، يعني لغاية مدى استفادتهم من الشرح اللي أنا كنت أشرح فيه. فطلبت منهم إعداد مذكرات، المذكرات هذه كنا حنستخدموها للمراجعة اللي هي قبل الامتحانات. مجموعة طلبة طبعا قدموا لي مذكرات وكان أبرزها مذكرة نسيبة أبو حجر، كانت جميلة جدا واستخدمت تطبيق الباوربوينت. فلما طلبت منها قلت لها يا نسيبة أنت تقدري أنك أنت تشرحي لزملائك، للعلم يا أستاذة أداء يعني زملائها فوق 80 طالب، يعني التلميذة في هذا العمر وتشرح لمجموعة لعدد كبير من التلاميذ، فهذا إنجاز عظيم جدا، وهي محبة طبعا للعلم والتعلم. فرحبت بالفكرة وبدينا نتواصل وقعدت توري لي طبعا الشغل بتاعها، كل ما تدير شغل على الباوربوينت ولله الحمد يعني أنا عندي عليه خلفية، فنقول لها مثلا في تعديل بسيط هنا في حتى في المصطلحات، لأن هم يستخدموا مصطلحاتهم اللي هم يستخدموا في اللغة الإنجليزية يعني، فأنا نحاول أني أنا أجيبها لها باللغة العربية وشرحتها لزملائها. وكان معنا ضيوف يوم اللي شرحت ضيوف يعني من عدة مناطق من ليبيا،
وشجعوها وبسم الله ما شاء الله عليها وانا نحييها وكذلك نوجه تحيه لاولياء الامور من خلالكم لانهم هم كانوا يعني داعم لنا في كل فكره انا نجيبها للتلاميذ هم يدعموها وعلى طول يعني يشتغلوا معايا. نعم طيب خلينا نرجع للاستاذ عبد المولى الجريبي. استاذ عبد المولى في رايك شن هي ابرز العوامل اللي ممكن تؤدي لنجاح تجربه التعليم عن بعد خاصه يعني من خلال اشرافك ومتابعتك على التجربه اللي تخوضها الاستاذه هدى وزميلاتها ايضا في المدرسه؟ شن هي أبرز العوامل اللي تعددها لنا ممكن غيرنا أو معلمين آخرين يشاهدونا اليوم يستفادوا منها؟ هو التأكيد أولا يعني الشجاعة في خوض هذا المجال الحقيقة حتى أتمنى أنا حتى على مستوى التعليم العام في ليبيا أن يتم خوض مثل هذه التجارب وإن شاء الله يعني سواء تجربة الأستاذ هدى أو عن طريق المدرسة الدولية هذه التجربة تكون نموذج يحتذى لبقية المدارس. نحن كيف ما قلت لك أصرينا إن شاء الله حتى في العام الدراسي القادم حتى ولو كانت الأمور عادية حيكون عندنا تعليم عن بعد وهذا ما قالته حتى ولية الأمر اللي هي تريح لأن العيال بالطريقة هذه يصبحوا متفاعلين وكان يعني أنا حتى من خلال إشرافي على اللغة العربية ديما كان نحطه في إطارات عامة ونعطه في حرية تامة للمعلم في كيفية إيصال المعلومة لأن ليس الغرض أو الهدف هو أن الطالب يصم المعلومة لا الغرض أنه هو يكون متفاعل معها ويشتغل عليها وممكن يصبح هو اللي يدرس بدل ما هو يتلقى الدرس. يعني على الأقل أهم العوامل الواضحة الآن أنها هي بالنسبة للجانب اللي هو يتعلق بالمعلمين والمعلمات لازم أغلب المدارس أو الكل يحاول سواء عن طريقة بنفسها أو عن طريق ورش عمل عامة تديرها وزارة التعليم أو التعليم الخاص الحر أو التشاركي أو حتى المدرسة نفسها إقامة ورش عمل حتى من خلال مثلا لما نجوا مثلا المدرسة الدولية احنا في أكثر من ورشة عمل وما زال في عندنا أخرى خلال العام الدراسي باش يتم تطوير المعلم نفسه لاستخدام هذا الأسلوب اللي أصبح ما عادش فيه منه مهرب سواء كانت الظروف عادية أو غير عادية يعني حتى في الظروف الاستثنائية ما لقيناش إلا التعليم عن بعد وفي الظروف العادية أيضا يمكن استخدام التعليم عن بعد على الأقل في أجزاء من المنهج الدراسي أو في فترات معينة من العام الدراسي حتى يتم تعويض الطالب من خلال الوقت اللي هو يعتبر ضايع من رجوعه المنزل الى عودته المدرسة في اليوم التالي وتواجده احيانا حتى في 6 حصص او 7 اللي يعطوا فيهن احيانا في جزء كبير يكون فيه فاقده لكن التعليم عن بعد يستطيع حتى الرجوع للماده مره واثنين وثلاثه للفهم وايضا المشاركه اللي هي ترسخ الفكره هو اللي يهمنا احنا التفكير خارج الصندوق راهو مشاركه الطالب في المعلومه ترسخ عنده الى ما شاء الله. نعم طيب خليك معنا أستاذ عبد المولى سريعا. أستاذة هدى حنعلقوا على جزء من أرشيفك اللي هو في نقطة التعليم التعاوني أو التفاعلي نحن معنا مجموعة من الصور لنموذج من هذا التطبيق للتعليم التعاوني حول درس قامت بتدريسه الأستاذة هدى لطلبتها. احكي لنا على هذه التجربة ونحن أكيد في ظل حديثك حنشاهد صور. طبعا هي الفكره جت ان نحن طبعا ندمج ما بين التعليم التقليدي مع التعليم التفاعلي. فكان الدرس اللي هو الغذاء الصحي وعاده لما اي حد تبي تجي تحكي له تقولي له انت لازم تبي تاكل وجبه كذا كذا سعرات حراريه فيمل منها الناحيه النظريه. فجت الفكره ان نحن نديروا التطبيق هذاي اللي هو كان يوم التمور. لما طرحت الفكره على تلاميذي وطرحوها يعني بالتالي على اولياء امورهم وانا بدوري طبعا على ادارتي بالاستاذه غاده ابو شيحه الاستاذ عبد المولى الجريبي وكذلك الدكتور عادل المنصوري رحبوا بالفكره وقالوا لي توكلي على الله والاستاذه ايضا ليلى البسيوني فقالوا لي توكلي على الله وديريها ونحن معك. فلما نحن درنا المهرجان هذا لقينا تفاعل من الطلبه وحبوا الفكره وشغلوا عليها وانهم هم
قعدوا يبحثوا عن فائده التمور وعن فائده النخله، وقعدوا والله جابوا لنا مسميات احنا اول مره نسمعوا بين بصراحه، انواع من التمور وفوائد عظيمه جدا، وهيك نحن وصلنا المعلومه للتلاميذ بدون تعب، يعني لانه هو اللي بحث عليها. دائما انت تعرفي لما تبحثي عن حاجه بروحك صحيح. مش كيف لما يجيبها لك حد سهله، المعلومه حترسخ يعني في ذهن التلاميذ. نعم. ونسال الله القبول والتوفيق باذن الله. خليني نرجع لعلي ومحمد لو حابين يقولوا كلمه اخيره. علي ما سمعناش صوتك، شن حاب تقول؟ انا شفت واجد من تعليم من بعد اني اجهز نفسي عن طول الفيديوهات لنفس نفسي. باهي. ومحمد شن حابه تقول كلمه لزملائك اللي معك في الفصل اللي شهدوا فيك توا، شنو تقول لهم من كلمه؟ ان التعليم عن بعد طبيعي. نعم يا محمد. تجربه رائعه وفي الظروف اللي نمر فيها، يعني كنا استمرين اكثر فيها ممكن في وحدين فشلوا يقدروا كويسين. صحيح، نتمنى لك التوفيق يا محمد انت اخوك علي. خلونا نمشوا لنسيبه. نسيبه شن حابه تقولي في ختام حلقتنا؟ نسيبه تسمع فيا؟ طيب انا حابه نشكر المدرسه ومس هدى واهل البيت. شكرا يا نسيبة أبو حجر، طالبة خاضت تجربة التعليم عن بعد. الكلمة الأخيرة لك أستاذة هدى أبو وذن، تفضلي. والله أنا حابة في الختام إني أنا نشكر كل من ساندني وكل من دعمني ووقف معايا، على رأسا طبعا والدي العزيز الحاج أحمد أبو وذن، وكذلك الوالدة الحاجة مريم وزوجي وكل أفراد أسرتي وكل أسرتي سواء كانت في البيت أو كانت في المدرسة. ونتمنى أن التجربة هذه نستمر فيها حتى لو كانت الظروف طبيعية، لأنها تتيح مجال واسع للتلاميذ خاصة اللي تواجههم ظروف مثلا تعيقهم عن التواصل مع المدرسة، فيكون هنا يعني نحن تجاوزنا عنها ويقدر في حتى لو في حالة سفر يقدر يتواصل مع المدرسة ياخذ الدروس والمادة العلمية اللي هي فتاتة. وأخيرا شكر لك أستاذة آلاء والطاقم المصاحب لك، وبارك الله فيكم في مجهوداتكم. نعم، شكرا لك الأستاذة هدى بوذن، معلمة ليبية خاضت تجربة الدمج بين التعليم عن بعد وأيضا التعليم التفاعلي. الأستاذ عبد المولى جريبي حاب تقول كلمة أخيرة. أولا شكرا أستاذة آلاء، وشكرا لكل الطاقم اللي معاه، شكرا لقناة الحدث، شكرا للأبلة هدى على مجهوداتها، شكرا لكل القائمين الحقيقة مجلس الإدارة والمدراء المدارس والمدير العام في المدرسة الدولية. ونحب ننوه ان يا ريت التعليم عن بعد ينظر له على اساس انه هو اصبح شيء ضروري جدا سواء في ظروف استثنائيه او العاديه، وتم زي ما قلت على الاقل ورش عمل للمعلمين والمعلمات سواء في القطاع العام او الخاص من اجل اللحاق بركب التطور اللي اصبح ضروري، والعالم يعني حتى الكون تقريبا حيصبح قريه صغيره مش العالم بس، وبالتالي اصبح التعليم التفاعلي وعن بعد هو جزء لا يتجزا من العمليه التعليميه الصحيحه اللي تتناسب مع هذه الاجيال. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عبد المولى جريبي مدير قسم اللغه العربيه اللي تعمل به الاستاذه هدى، ايضا الاستاذه هدى بوذن معلمه ليبيه دمجت بين التعليم عن بعد والتعليم التفاعلي. شكرا لعلي ومحمد طلال ووالدتهم الدكتوره هاجر المسماري وايضا الطالبه نسيبه ابو حجر، شكرا جزيلا لكم. انا سعيده جدا ان اليوم نقلنا تجربه مثل هذه التجربه، هي فعلا شيء يسعد اي انسان او اي مواطن في ليبيا ان فعلا في ناس قاعده تشتغل وقاعده تحاول ان هي تبتكر وتطور من نفسها وتطور من وسائل تعليميه. نتمنى
من وزارة التعليم على وجه الخصوص أن هي تأخذ هذه التجارب الفردية على محمل الجد وأن تقوم بتفعيلها وتنشيطها مع كافة المعلمين في ربوع ليبيا. شكرا على المشاهدة، إلى اللقاء.